تيأس إذا فاتتك رحلة، ربما الرحلة القادمة ستكون هي الأفضل. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج المحطة، واليوم أنا أحس نفسي قاعدة مضيف. السبب أنه اليوم وياي شيوخ أكارم أجاويد من عشائرنا الأصيلة اللي نفتخر بيها بهذا العراق العظيم اللي أجيال وراء أجيال هذه الشيوخ إحنا يعني ما نقدر ننسى فضلها على هذا الشعب. خليني أرحب وياكم بضيفي الأول الشيخ علي برهان العزاوي، أمير قبيلة العزة. حياك الله ورمضان كريم عليك. حياكم الله وبارك الله بيك، ونشكر قناة الأيام على هذا البرنامج، برنامج المحطة الرائع، وندعي من الله العلي القدير أن يحفظ الشعب العراقي. آمين. ونبارك لهم في هذه المناسبة، مناسبة حلول شهر رمضان، باليمن والبركات، ونتمنى لشعبنا الأمن والأمان والسعادة إن شاء الله. أيضا أرحب بضيفي الآخر، هو الشيخ علي الشيخ شياع البهادلي، رئيس قبيلة البهادل. حياك الله شيخ، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى العراق جميعا، ونشكر قناتكم قناة الأيام على هاي الضيافة اليوم، نشكر جزيل الشكر. شكرا جزيلا. أيضا ويانا الشيخ سامي سعدون آل حميد، رئيس قبيلة آل حميد. حياك الله. حياكم الله يا ست بطول، وحي قناة الأيام وكادرها المبارك، ونبارك لهم على حلول شهر رمضان المبارك، ونبارك لكل الشعب العراقي، وإن شاء الله أن يكون فاتحة خير على كل الشعب العراقي. آمين يا رب. أيضاً ضيفي الآخر هو شيخ محمد عبد الحسن الزويني، شيخ عشائر زوين آل حافظ الأجود. حياك الله شيخ. حي إن شاء الله سيد، أتمنى لكم موفقية، وألف شكر لكم على هذا البرنامج اللي هو برنامج محطة، وإحنا قاعدين بالمحطة العالمية. المحطة إن شاء العالمية. الله أتمنى لكم موفقية، ونهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول رمضان المبارك، جعله الله فاتحة خير على العراقيين وعلى العراق إن شاء الله. آمين رب العالمين. أنا يمكن ببداية الحلقة قلت أنه أنا قاعدة بمضيف، ففعلا اليوم من عدة قبائل وعشائر عراقية لهم فضل كبير على يعني العشيرة، ولهم فضل كبير على بالبلد بتدخلاتهم بالأمور العشائرية أو غيرها. فاليوم برنامجنا راح شوية نعرج على بعض المحطات، هو من اسمه محطة، فراح نعرج شوية على بعض المحطات اللي بحياتكم، بالأمور اللي تصير وياكم أثناء يعني عملكم. لكن بالبداية السؤال البديهي هو شلون رمضان وياكم؟ احنا صار لنا يومين مو هواية، واليوم الثالث. شلون رمضان وياكم؟ خليني أبدي ويا الشيخ علي. شلون رمضان وياك؟ والافطار يكون دائما ويا العائله، لو بحكم التزاماتك لا تضطر انه مرات خارج البيت؟ والله يعني عندي برنامج حقيقه في كل شهر رمضان. نعم. يعني عندي اكثر من بيت الحمد لله. لان متزوج من ثلاث نساء. نعم. وحده راحت لك فدوه، بقوا بيتين يعني. نعم. الاساسيات، فيكون عندي لازم وجبه افطار مع العائله الكبيره، ومن ثم العائلة الأخرى. ومن حسن الصدف أنه العائلتين بالعائلة الأولى أني أفطر ويا يعني الأذان يعني الأول. نعم. لأنه على المذهب الحنفي. نعم. يعني والعائلة الأخرى على المذهب الجعفري، فظل يعني حلوة تفطر ويا ويا الاثنين، لأنه العائلة الأخرى هم يعني أم البيت علوية، ولازم فطورنا إلى أن تطلع النجمة يعني، فهذا اللي عندنا. والحمد لله سعداء إحنا إن شاء الله ببيوتنا وبعوائلنا، بس إحنا هدفنا حقيقة رمضان هو أبو الخير. أكيد. وأبو البركة وأبو الكرم، يعني دائما يعني إحنا نحس بالحقيقة بالناس الفقراء، بالناس اللي إمكانياتهم محدودة، ودائما يعني من اهدافنا انه لازم نعاون من نعرفه من هاي العوائل. أكيد. العوائل المتعففه والفقيره، حتى نكون متكافئين بهذا المجال.
فهكذا حياتنا في رمضان. في رمضان انت صاحب الحظ الوفير، عندك فطور يعني. نعم فطور. خليني اجي على شيخ الشيع، فطورك شلون يكون ويا العائله لو يعني بحكم التزاماتك؟ والله احنا نعتبر رمضان هو خير وبركه لكل الناس، بس احنا عندنا في الطريقه يعني بدايه رمضان اول يوم رمضان العائله كلها نجتمع ونفطر ببان واحد. بس احنا يمكن اغلب الاوقات انا اليوم هسه جيت من قضيه فطوري ما كان ويا العائله، لانه برمضان عدد مرات تدرين مشاغلنا واحنا كشيوخ عشائر يصير عمل مرات تتاخر حتى صحيح ويا السحور نتسحر عند غير ناس. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الشهر رمضان خير وبركه ان شاء الله وامان واستقرار للناس، ونعتبره احنا انه جازه شهر رمضان. يعني شوي ننام متاخرين شوي بالايام العاديه. اي صحيح نقعد من الصبح من التسعه لما اشغال هواي البلد بي صحيح، وكله متحملته الشيوخ العشائر على عاتقه. احنا راح نجي على دور شيوخ العشائر وهاي، بس هذا السؤال لازم الكل ينسال عليه. شيخ محمد شنو رايك؟ رمضان له نكهته الخاصه وحلاوته، وعندنا احنا عندنا العراقيين العادات والتقاليد ترى تختلف عن بقيه البلدان. نعم. فشلون رمضان يكون وياك؟ رمضان هو شهر خير وبركه والفه به. بالفطور بالنسبة لي أفطر بوحدي، ليش أفطر؟ لأنه أنا أتأخر بالصلاة، لازم أكل بس شوية أشرب مي شوية تمر وأتأخر إلى أن أصلي. إحنا هاي اللي يتأخر بالصلاة يا بالحكي عليه يصير. أي فهذول الولد هم يفطرون قبلنا. أي لكنه إحنا بالتمرة والمي هذا نأكل سوا إن شاء الله. زين أدري هي صلاة تتأخرون بيها ليش يعني؟ مو واحد ما يقدر يصلي مثلاً، نوبات ما يقدر يصلي، ياكل ويصلي. ياكل شيء خفيف ويؤدي الصلاه وبعدين ياكل براحته بكيف. يعني انت تعتبر تفطر وحدك؟ افطر وحدي. خلينا نشوف شيخ سامي شو يقول. والله ست بالنسبه لشهر رمضان ان شاء الله هو شهر خير وبركه وشهر جمعه ويجمع العوائل على وجبه الفطور والحمد لله والشكر. طبعا انا عندي الفطور مع العائله شيء مقدس. يعني قدر ما استطيع ان الفطور ما يكون خارج البيت، ان يكون مع العائله، لان يعني به فنكهه معينه وهذه. فمعظم اللي نقدر عليها نخليها قبل الفطور، اللي نقدر عليها نخليها بعد الفطور. يعني حتى تدري يدرون الشيوخ احنا معرضين لدعوات دائما بهذه، يعني بكل صوره مرات نتلافى الدعوه على مود تبقى ضمن عائلتك. فالفطور والله بالنسبة لي جدا مقدس أن يكون مع العائلة. يمكن هذا السؤال يقودني إلى سؤال آخر. يعني أكيد بحكم عملكم يمكن ما تتابعون تلفزيون وهيجي يعني ملتهين أو كذا، لكن لا ظاهر أنه تسمعون مثلا بالسوشيال ميديا أو بالوسائل التواصل الاجتماعي عن المسلسلات، عن الدراما، عن الأحداث اللي تجري اليوم. اكو لغط صاير او حديث يعني بالشارع العراقي حول المسلسلات الدراميه برمضان، وخاصه في رمضان تحديدا، حول موضوع انه استخدام يعني العقال العربي او استخدام الغتره او استخدام الشخص الجنوبي او الشخص اللي يعني شلون مثل ما نقول من اهل الله ياخذوا دائما بصوره عكسيه معاكسه للواقع فيطلعوه بصورة أخرى ما تمثل للحقيقة بصلة. يعني لازم نعرج على هذا الموضوع. خليني أبدي ويا شيخ علي، شنو رأيك بموضوع الدراما وشون تأخذ؟ والله الدراما هي بصراحة هي تظهر من يعني يجب أن يكونوا قريبين على المجتمع. فأحيانا من يلبس الزي يطلع بالمسلسل مثلا أو أي تمثيلية مشهد تمثيلي يطلع دور فلاح. الفلاح شو يلبس؟ يلبس شفقه، واحنا بالنسبه فلاحنا يلبس الزي العربي العقال مو اذا كان فلاح. احنا نقصد كذلك اذا مزارع او يعني هي ادوار حقيقه. بس يعني ان شاء الله ما تسيء. هو احنا نحكي عن اللي يسيء مو نحكي اللي يسيء يا لا، يعني اذا يسيء ويشخص حالات احنا يجب علينا ان المفروض دور اي دور مسلسل ينطي دور الناس الحقيقيين اللي عندهم عطاء واللي يقدم لمجتمعه في وقته. يعني انا هسه جدي قدم في وقته مو
يعني انا علي انا واصل المسيره ولو ما اقدر اوصل لما قدمه جدي. نعم نعم. ما اقدر اوصل اني لان ذاك كانت الحياه تختلف، وضعيه الانسان تختلف. طبعا. الناس يعني هم اهلنا مقاطعات واملاك والعالم عايشه يعني ما حد يعني البيت ما يروح، هو قريه ريفي اكثرها بالمضيف. اي يعني اقول يعني مثلا كانت الحاله تختلف هذه الحاله، ليش ما تنقل بالدراما؟ ليش دائما نشوف بالدراما؟ يا اما ياخذون الشخص اللي معقل عذرا، شخص ما يفهم، ما عنده ثقافه، ما عنده وعي، دائما يطلعوه بالصوره المغايره، هذا شنو سببه؟ هل هو تقصير من جنابكم يعني ما تحاولون توصلون لا هي هذه يعني احنا تدرين اكو حالات راح ترجعين لها شويه نحكي على السياسي على السياسيين لانه احنا هم كلهم اساي سياسي اسالي هو طالع من عشيره عشيره. اي واحد هسه بنو اللي هو يخطر على بالك تذكر انه يقول اني من الفلاني اعتز بعشيرته. نعم نعم طبعا. والله موصي بالعشائر، الله يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اكرمكم عند الله اتقاكم، صدق الله العظيم. فالعشائر اساس المجتمع، مجتمعنا بالعراق تعرض الى هجمات كثيره بما فيها انه رادوا حتى يعني الالقاب تنلغي والمدري منه فعلا. وما نجحت. اما الان العشائر موجوده بس ما ينطوهم دور لزعماء القبائل مثل ما كان في زمن الملوك في سابقا لانه كل وقت الى ظرفه الخاص والى سياسي الخاص، كل واحد عنده اجتهاد. يعني احنا قانون العشائر ردنا حتى ننظم الديات العشائريه. ليش احنا تايه علينا واحد ياخذ 30 40 مليون على دهس وواحد يفوت جوا الفراش يعني ما ياخذ ولا فلس او ياخذ 10 ملايين او 15 مليون؟ اكو فرق يعني بالتعامل، كل واحد يعني الى طريقته الخاصه وما حد يقول له يابا تعال. هذا القانون ردنا ننظمه واحتجوا علينا بعض السياسيين قالوا ترجعونا للتخلف، يتهمون الشيوخ والعشائر انهم تخلف وهم غير مثقفين، وهذا يعني فكر خاطئ 100%. هو انا هذا اللي اريد ارجع عليه شيخنا، يعني خليني اروح على شيخ محمد وبعدين ارجع لكم شيوخنا. شيخ محمد عن موضوعة اتخاذ الشخص صاحب العقال نقدر نقول او الشماغ بهكذا يعني حبكة درامية او بهكذا صورة، هل هو صحيح لو مغاير للواقع؟ احنا نشوف الشيوخ الثاني قعدت وياكم بالكواليس، الشيخ ماجستير وثقافتكم ما شاء الله عالية ومنطقكم عالي، ليش الدراما يعني ده تتخذها بطريقة سيئة؟ ست بتول الاستاذ المخرج اذا يريد يكون هو مميز عن باخراجه وبعطائه اللي قدمه الفني يجب ان يحترم القواعد الاساسيه بالمجتمع. نعم. كل مجتمع له مواصفات معينه وله قيم معينه، اذا ما يحرص عليها الاستاذ المخرج بهذا الاسلوب وبغيره، هو مو مجرد يريد يرضي الشباب او يرضي فئه معينه، المخرج هو يدرس طبيعه المجتمع ككل. نعم. ومن يقدم برنامج او يقدم مسلسل او يقدم فد كلمه معينه يجب ان يتأنى بها، ومن يريد يلقنها او ينطيها الجماعه اللي يمثلون يجب ان يكون يظهرها بالصوره الحقيقيه يعني مو يجي مثلا يستخف باخر او يريد يضحك المجتمع على وهذا خلينا نقول لابس فزي معين سواء كان ديني او زي عربي او افندي او امراه. يجب ان يكون دراسه مستفيضه لهذا الموضوع من يقدم المقطع او الموقف. انت تقول انه المخرج يلعب دور كبير في هذا الموضوع. بالتأكيد. شيخ إشياع إذا يعني تحدثنا عن هذا الموضوع، دوركم كشيوخ حول هذا هكذا يعني أخذ بالدراما، دوركم شنو؟ الاستنكار لو شنو يعني شنو اللي تقدرون تسووه من خلال حتى توصلون صوت إنه شيوخ ما راضين على هيك شيء ولا راضين على هكذا دراما؟ طبعا سؤال جدا وجيه على هذا الموضوع. احنا بدورنا بالدرجة الأولى نحمل المسؤولية الكاملة لكل مقدمي هذا البرنامج، يتحملهم كل
الممثل والمخرج وكلهم. ليش؟ لأنه عوض ما يخرج هيك ناس ويقلد عليهم، اكو افضل من هاي يطلع برنامج يطلع مثلا للاصلاح العشائر اللي يصير حادث قتل ويصلحون المجتمع. نعم، مثلا يقدم امور اللي هي اللي انت تدري العشائر اليوم خاصه التضحيات اللي موجوده والتضحيات اللي يطوها. اما كدرجات المسؤوليه اليوم لما تشوفين هسه رئيس وزراء محمد شياع السوداني هو شيخ عشيره. نعم، ومن العمار. نعم، ويلبس عقال. يعني اللي يدور بلد بكبره ورئيس وزراء هذه يقلدون عليه لابس عقال. وحتى من هم ياخذون بس على الجنوب. على الجنوب فريد هذا اللي يقدم يعني على الجنوب. انا كان الشاعر المرحوم سعد محمد الحسن اللي هو عمي. نعم، وطلعوا فد مره بوقته برنامج يسيئون للمحافظات وعلى ردح العمارة شلون يرتحون وشلون ذا، والرجال قدم عليهم طلب واشتكى عليهم وقاضاهم ونزل بشعر ضد هذا البرنامج. لا بالعكس، الجنوب وغير الجنوب وكل شيوخ العراق من الشمال للجنوب هم اهل الكرم، لهم احترامهم والشجاعه، هم اهل الدفاع عن البلد. لما صار تعرض على البلد من قبل داعش وغيره، من هو اللي كسر شوكه داعش؟ هذه نرجع لها، لازم نرجع لها. فاحنا ذولا نحملهم مسؤوليه كامله، واللي نطلب من وزاره الاعلام اي برنامج يطلع، الاعلام والاتصالات اتصالات اي برنامج يطلع يسيء للعراقيين فنحمله هو المسؤوليه كامله. زين شيخ سامي، رايك بالموضوع وكيف تتصدون لمثل هكذا حالات؟ ست بتول، شوفي، هو القضيه يعني مو قضيه ممثل ومخرج وكذا، القضيه ابعد من هذا. القضيه هي شوفي، انا شلون اخرب مجتمع؟ زين، هذا المجتمع من اريد اخربه، اولا اروح على معتقداته اضربها، اطلع السيء بيها، ارجع على المرجعيات اطلع عليها في مواضيع معينه. اكو قدوه بالمجتمع، هذا القدوه لازم انهي. حتى عندما انهي هذا القدوه صورته مختلفه، من انهي هذه القدوه يصير سهل علي اختراق المجتمع والتحكم والتصرف فيه. فالعشائر ورئيس العشيره ورئيس القبيله هذا يعتبر قدوه. نعم، فهم مستهدفين القدوه لقضايا ابدا مو عاديه ولا قضيه مسلسل. يعني انت تحس انه شيء ابعد هذا؟ لا 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 لا، هي قضيه بعيده وقضيه مو جديده، يعني مو وليده اليوم ولا هذا. وكان اكو برنامج قبل طلع وهم انتقدناه، وكان لي حلقه بها هم على هم نفس الموضوع ونفس الاستهداف. يمكن اكو مسلسل همين كويتيين ينتقدون همين ذاك رمضان، كان مسلسل بس راح من بالي اسمه، وكان هم انتقاده انتقاد للعقال الجنوبي والفرات الأوسط، يعني مستهدفين فد فئة معينة. وهاي القضية يعني للأسف اللي دفعة هسه أكيد هي دفوعك وثمن إلى هاي القضايا، من دفعوا لهم ما يدرون بأن المجتمع العراقي يتعدى يتعدى هاي المرحلة. هاي المرحلة كانت تجوز في وقت من الاوقات، حاليا اكو هوسه صارت بالشارع حول هذا الموضوع. يعني انت تظهر رئيس العشيره ورئيس القبيله تطلع انسان بسيط ذليل ما عنده قدره يثير اشياء بسيطه وتافهه، مع العلم احنا يجوز قبل شويه سولفنا ورا سولفنا بين تجي تلقاه دكتور عنده شهادة دكتور. نعم، لكن والله من تقعد وياه ما يقدر يقنع لاثنين، ما يقدر يقنع لواحد. لكن تجي إلى رئيس عشيرة يجوز بسبب الظروف قبل ما لا يقرأ ولا يكتب، تلقاه يعدل مجتمع بذكائه وبفطنته وبثقافته. فإحنا بهذه القضية للأسف، يعني أولا المفروض وزارة الإعلام هيئة الاعلام والاتصالات شبكة الاعلام المفروض تدقق المسلسلات قبل ان تعرض. رقابه يعني؟ رقابه. انت اليوم عندك مسلسل تريد تعرضه، مسلسل جيبه لي اشوفه ادققه، هذا يصلح للنشر المجتمع. يصلح هذه ما ياذي جهه معينه. هذا بي اصلاح. هسه احنا المحتوى الهابط مو سوى خوش حمله. نعم، وجيده. وذاك اليوم شفت تكرم اهل المحتوى الجيد. يعني هذه المفروض هيك. واحنا هم عتبنا حقيقه، عتبنا على قنواتنا اللي مثل حضرتكم ومثل على القنوات اللي عندنا يتكلمون عن اللي الشباب والشيوخ
اللي قاتلت واللي استشهدت واللي عندنا غزارة بالقصص. فعلا ما ادري المؤلفين المخرجين مستعدين عنها، فالدراما ما موجوده. يعني ذاك اليوم مصر دراما بسيطه بسيناء، ضابط ومتعرض ما ادري شلون كم مخرب سووا ارقى مسلسل. اي احنا عندنا شويه تقصير من ناحيه المسلسلات التاريخيه او اللي تتحدث عن بطولات. فعلا احنا عندنا بال 200 قناه وين ما تدير تطلع لك قناه، لو كل قناه هم هم مجتمعين عندكم ما ادري شو يسمونها المجتمع بها هاي القنوات، فلو كل قناه تاخذ لها شخصيه تسوي علي دراما تسوي علي مسلسل كان هاي سكته. وهي مو بس هذه ست، هي المشكله احنا من جبنا ابو البيت من قام يطعن بنفسه وقام يقلد على نفسه البقيه جيرانه قاموا هم. خلينا نرجع شيخنا نرجع لهذه النقطه، لكن خلينا نروح لفاصل وارجع لك بها. مشاهدينا بعدنا متواصلين بمحطتنا ورحلتنا لهذا اليوم مع شيوخنا الاكارم، لكن ابقوا ويانا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم ومتواصلين وحلقه برنامج المحطه مع ضيوفي الاكارم الشيوخ الاعزاء علينا ان شاء الله، ونرجع لحديثنا قبل الفاصل مع شيخ سامي. نعرج عليه شويه بعدين نروح الى محطه اخرى. تحدثت قبل الفاصل عن انه الدراما شلون حتى الدول العربية بدأت تنتقص من الشخصية العراقية. خلينا نحكي يعني للأسف أكو مسلسل هسه جاي يعرضوه بالان بي سي، هذا يسمونه دفعة لندن، هذا شو يسمونه، طبعا إساءة واضحة للمرأة العراقية وإظهار المرأة العراقية بمظهر أن تكون خادمة وأن هذه وهي المرأة العراقية، المرأة الأصيلة الماجدة البطلة اللي أولادها ضحوا ودافعوا وقاتلوا داعش وهبوا هبة رجل واحد، وحقيقة هي كانت مؤازرة لأولادها ولأخوانها ولأزواجها في هذا القتال، وقسم منهم شاركا مثل المرحومة أميمة. فهل مثل أميمة أن يطلعونها خادمة يصورها أن دفعة لندن بين تكون خادمة عند فلان دول، ويرجعون العراقي أبو الكرم أبو الشهامة أبو الغيرة، عندنا بس البصرة أكرمت الخليج كله وكلها شافتها كمجتمع، كان اكو تغطية للأسف. هم هذول هم ما يفتهمون، طلعوا هسه بعد ما وصل بالخليج مال البصرة، لأن هسه الانتقاد أنا متأكد من الدول العربية نفسها، لأن هم شافوا الكرم العراقي والكرم الصحيح الموجود، وهي في مدينة واحدة من مدننا العريقة هي بالبصرة. فللاسف هذا السبب، انا اقول هو السبب القنوات العراقيه اللي استهزأت بالعراقيين نفسهم، فخلت قطه منفذ لدول الجوار ان تستهجن بهذا. حقيقه احنا كشيوخ عشائر رافضين لهذا الامر، وان نحمل حتى وزاره الخارجيه ان تتدخل في موضوع، لان هذه القنوات راجعه الى دول ومعينه ان تتدخل بقوه بان توقف هذا البرنامج او يقدمون اعتذار للاعتذار العراقي حول الموضوع. يمكن اخذتنا الى محطه اللي هي الفتوى والمرجعيه. طبعا لكم دور كبير بفتوى المرجعيه، وكنتم مساندين جدا لموضوعه الدفاع عن الوطن وشبابنا، يعني بامر من المرجعيه وبمسانده منكم بداوا يتحركون. نعم. والحمد لله رجع الحمد لله البلد افضل مما كان. خليني ابدي ويا شيخ علي وبعدين ارجع لي شيخ محمد وبعدين شيخ الشاعر. تفضل شيخنا. الحقيقه يعني جنابك طرقت عن المرجعيه، المرجعيه حقيقه صمام الامان للمجتمع العراقي كله. نعم. المرجعية لها دور حقيقة قيادي ورائد ويحسب لها تاريخيا. نحن كشعب حقيقة تعرضنا إلى مؤامرة كبيرة، و يعني المحتل الداعشي طبعا احتل سقط مدن كاملة، يعني اللي هي صلاح الدين محافظتين وعبر على ديالة، يعني احنا اخذوا جزء من ديالة العظيم وقطعوا الطريق تماما عن يعني انا المتحدث الان كنت منطي نسبه الحياه 5% و95% احنا شهداء،
ليش؟ لانه ابت نفسنا انه نقعد وما ندافع عن مناطقنا عن عشائر وعندكم عادات عن مضايفنا، فاكو كثيرين قبلوها على نفسهم ومع الاسف الشديد غادروا مكاناتهم وعافوا كل شيء الجمل بما حمل. احنا وقفنا، ثقي بالله، يعني انا ابقى اقولها واقولها في كل المحافل، المرجعيه لها فضل علينا على كل الشعب العراقي بسنتي بشيعتي باكرادي بتركماني باقلياتي بكل ما موجود على هذه الارض، ارض الرافدين هم اكيد. ف يعني نحن يعني كنا ننتظر ببالغ الصبر، لانه مناطق انتهت واحنا معرضين باي لحظه 500 متر بينهم وبين مضيفي انا المتحدث بين الدواعش. فجاءت فتوه المرجعيه والله بلسم على جرح العراقيين، هبت كل العراقيين، وحدت الشعب العراقي بكل اطيافه. وحدت نعم فعلا. وحدت الشعب العراقي وشباب العراق كله، بحيث انا من كنت اطلع بالليل بعد الساعه 2 بالليل نطلع ننتظر المعركه، معارك احنا وداعش. فيشهد الله جت شباب ما اعرفهم من مناطق، يعني من مناطقنا اللي هم كلهم من الطائفه الشيعيه، اختلطت شباب السنه والشيعه ولا يسال هذا منه ابدا. كل حمله السلاح وقفت واحدين خل اخر، حتى اخواننا المسلمين يعني حتى احنا قلت لهم اني يعني راح البس الدشداشه البيضه بعد ما البس، قالوا البس هاي لان دشداشتك بيضه ويجوز تستهدف، ذولا عندهم قناصات حراريه. قلت لهم والله هسه على هذه الشباب يعني حقيقه فشي مفرح، وهذا كلها بفضل الله وفضل المرجعيه بقرارها. خليني اروح لشيخ محمد، دوركم كان فعال بمساله الدفاع وكذا، حتى الهمه تحسها من الشيوخ ومن حثوا الشباب على هذا الموضوع الدفاع وكذا، يعني من يشوف شيخ يدعو الى الجهاد ويدعو الى انه نتخلص من هذه المجرمين وهذه الثله من المجرمين داعش وغيرها، تكلمنا عن هذه الفتره. يعني والله يا ست هذا كلام حلو وسؤال يعني طرحتيه الى مكانه، لكن انا عندي تعقيب صغير او ملاحظه. نعم. مداخله على الحديث اللي سبق هذا، يحجون على العراقي ويقولوا العراقيه خادمه، يقول هذا يذكرني كلام للمتنبي. العراقي اللي هو علم الحرف وعلم اللغه وعلماء وائمه وانبياء، يقول المتنبي الله يرحمه يقول أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحا وإهوانا، وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس نفيس حيثما كان. أي والله. العراقيين نفساء، ومثل ما تفضل الشيخ سامي قال يعني بالدور الخليجي هذا وغيره. نرجع لسؤالك اللي تفضلت به حضرتك. نعم. المرجعية لما طرحت الجهاد ولبى العراقيين كلهم، كل من على قدر ما امكانيته، اللي قاتل اللي يسوي دعم لوجستي، ابنائنا راحوا قاتلوا واستشهدوا واخذنا الدعم اللوجستي ووصلنا للحافات الموصل، وكرم كان من العراقيين، السياره نوقفها بالباب تجي تنملي بطانيات واكل وهذا. فهذا الدور كان للعراقيين مشرف الحقيقة، سبقوني بالشيوخ الأجلاء أنه كان دور مشرف، والمرجعية العليا وضعت يدها على 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 فد ألم كان يمزق العراق لو ما المرجعية. أكو تكاتف صار شكرا شيخ. شيخ شياع، اكو حادثه تتذكرها بهذا الوقت مثلا ممكن يعني تعطي دعم لشبابنا، انه في هذيك الفتره كان اكو هوايه لغط انه العراقيين ما متوحدين، العراقيين ممكن يكون بيناتهم في الطائفيه او كذا، بس هذه يمكن ضربت يعني ضربتهم للي يقولون العراق منقسم. اكو فد حادثه مثلا تتذكرها حول هذا الموضوع والفتوى وشون انجمعوا الشباب وصار اكو يعني بيناتهم فد لحمه اخرى غير عن انه هم عراقيين تكاتفوا على مود يدافعون عن الوطن؟ طبعا وهذا ما يخفى على كل الناس وعن كل العالم، لانه الحدث اليوم
ما يختصر بين نفر ونفرين، كله عن وسائل الإعلام. وكل دول العالم تعجبت وشافت هذا الموضوع، شنو الفجأة اللي جتهم، شنو هاي الصدمة اللي صدموا بيه. كانوا يراهنون هذا سني وهذا شيعي وهذا تركماني وهذا مسيحي ويقسمون العراق، يعني بساعة وليلة، يعني بساعات بيان واحد، ولا تشوف الناس سابقت النساء الرجال بس ما حتى الأطفال، كل تقول العراق، حتى الأطفال كل تقول العراق. وأول ما اتطوعوا هم شيوخ العشائر، لما يطوع شيخ العشيرة للقتال فعشيرته تابعته طوعت قالت لا أنت ما تروح، إحنا نروح. وأنت شوف أكو موضوع الآن لما يقولون لابنك اندعم، ابنك مات، ابنك كذا، يتألم البيت كله وينتقم، فمن يجيبون له شهيد يفرح. شوف زوجة الشهيد وأم الشهيد تهلهل ويعني وذب الشكليات، هذا شيء عجيبة في كل العالم، عجيبة فعلا. والآن إحنا مرتاحين جدا من الحشد الشعبي، من الحشد العشائري، ومن كل شيء. أنا شخصيا قبل اللي نحكي وياك الساعة ساعتين على الأعمار، أعمارنا أنا الآن عمري 67 سنة. نعم. كانت الدولة من ثورة 20 وغيرها الحماية على القوات الأمنية فقط. عند أي بلد يتعرض القوات الأمنية تقاتل، الشعب ما له علاقة. نعم. الآن هاي من ساعة الفتوى أصبح عندنا شيء جديد. نعتبر هسه كل العراقيين هم قوات أمنية. الكل. يعني 40 مليون 40 مليون مقاتل. الآن من يصير حدث على من دول الجوار من غيرها من أي شيء إنسان بنفسه في شيء كرره مرة ثانية، فهاي رسالة يعني توصل من برنامجكم ومن قناتكم كل العراقيين على وجه الاستعداد. أصبح عندنا هذا روتين، بس نحس خطر على العراق من أي جهة كانت فما يحسون ينصدمون أقوى من داعش. بارك الله بكم. أيوة. بارك الله بكم، هو هذا المرجو من عندكم. شيخ سامي خلينا شوية نرجع لبرنامجنا، يعني بعيدا عن هذه المواضيع. راكب قطار أكيد؟ نعم. شلون كانت الرحلة؟ حلوة؟ تعبت بيها؟ كانت أكو ضحكة مخفية؟ يعني هو أكو ركوب فعلا للقطار وأكو قطار العمر. فأنت بسؤالك تردين فعلا ركبنا منه، فعلا ركبت منه. كنت تدرس بالموصل. زين. وكان بذاك الوقت النقل شحيح وقليل، فكنا نصعد من هنا نجي انا بيتنا بالناصريه بالرفاعي. نعم. نصعد لهنا ننزل، نصعد بالقطار اللي يروح للموصل، انا ادرس بالموصل. اي فكان يم وقت طويل. رحلات ممتعه كانت لو لا بيها؟ لا طبعا، قطار بطيء صوته تبقى ورا يوم كامل يبقى يضرب باذنك هذا يضحك فدائما هو يعني القطار مني يسولفون عنه لين كثير المحطات. بس مرات انت يقول لك قطار العمر، ليش ما يقول سياره العمر؟ قطار العمر لين بي وين ما يمر بمنطقه هو يتوقف. هذا المغزى من سؤال. اي نعم، يتوقف بيها. القطار الحقيقي بيه سكه. نعم. ونعرف انه المحطات اللي نروح لها كل ما نوصل محطه كل ما نفرح بالقطار. نعم. نعم. لكن بقطار العمر لا، يختلف الموضوع. أكيد. كل ما نعبر مرحله نندم او أكيد. او نتاذى او نحزن. نعم. يعني اريد تحكي لي عن هذا الموضوع، يعني انه اكو في بعض الاحيان انتابك ندم على فد مرحله قطعت من حياتك؟ هو يعني بعض الامور اكيد انت بهذا العمر كله وصلت لهذا العمر اكيد بعضها انت راضي منها واكو بعضها ما راضي منها اكيد. يعني وصلنا الى اكو امور لو رجعنا بها للوراء ما اتخذنا بها قرار، كان اتخذنا قرارات اخرى، لكن هاي القرارات مثلا مرات بداية عمرك، قلة الخبرة، السن الأصغر شوي يصير عندك اندفاع أكثر. أكو شيء بعملك فد يوم اتخذت قرار وحسيت أنه أنت غلطان بي، يعني كمشيخة يعني بالكمشيخة؟ أي والله شوف، يعني أكو بعض المواقف هاي بس قليلة، يعني لأن أنا بقضايا العشائر يعني جدا أتأنى بيها وأخذ رأيي ويلا أعطي قرار، يعني لأن هذه بها ظلم شخص معين، فلذلك إحنا بقراراتنا كعشائر لا بس قليلي متأنين بقرارة أي جدا متأنين ونوصل تقريبا إلى حلول ما نظلم بها أحد، فلذلك ما أتصور عندي أخطاء معينة بقرارات. يجوز مرات أكو المقابل، يعني قراراتنا أنت ما ممكن أن ترضي الطرفين.
طبعا. لان كل من يريد القرار اللي يخدمه اللي القرار الخدمه. لكن احنا شو نقول؟ احنا نقول مرضات الله قبل كل قرار. يعني انا يجوز مرات اتخذ قرار اخسر به هواي من عمامي، لكن ما دام قراري صحيح وراضي عنه رب العالمين فاقول له ابقى وحدي وارضي الله بهذا القرار اتخذ هذا خليني القرار. اخذ راي شيخ علي، رايك باللي قاله الشيخ. اكو في بعض الاحيان قرارات تتخذوها كشيوخ ممكن تاثر يعني على العائله، او ممكن تاثر على شيء يعني، بس انتم مضطرين بها لان بحكم سلطتكم انه كعشائريه. احنا حقيقه يعني احيانا مثل ما تفضل اخوي الشيخ سامي، اكو قرارات يعني احنا شعب ومتنوع اكيد يعني. نعم. الله ما خلق الناس متساويين طبعا بالتفكير او بتقدير المواقف. احنا مريود من عندنا يعني نمر بازمات مثلا. يعني أنا قبل يعني مو هواية قبل شهر تقريبا صار عندنا حادث على اعتداء على قبيلتنا قبيلة العزة. نعم نعم. بالخالص سمعتي بيها؟ نعم أكيد. وانقتلت نساء يعني بيها وطفل عمره 11 سنة وشخص آخر نحر نحرا بدون أي ذنب يعني يرتكبونه. فكانت الشباب يعني واصلة إلى درجة الغليان، يريدون قتال، يريدون يأخذون الثار، يريدون كذا. فهنا المواقف الإناث بيتكمن هذه المواقف. فأني قدرت يعني وأنا واقف على الجث يعني الجنائز قبل تشييعهم، عشرة يعني تدري واحد الصف الآخر نساء ورجال وأطفال. فهنا الموقف الكل كانوا قالوا أريد تقول لنا تأمرنا حتى ننفذ، روح نقاتل يعني اقتل يعني راح اضيف دماء جديده وممكن يصير ثار. وطبعا اكيد راح تصير ملحمه يعني تروح بها الناس الابرياء. فهنا القرار انا من اتخذته قلت لهم لا، احنا يعني ساعدوني حقيقه المسؤولين اللي الامنيين بالمنطقه بارك الله فيك، ويعني الله يحفظ كل من يسعى المسعى الخير. وقلت لهم اوعدوني وقفوا وياي اعضاء برلمان حتى لا يصير دم، حتى ما يصير، لانه بكلمه واحده ممكن تروح بها مو عشرات مئات. فعلا بكلمه يشهد الله. كانوا يضحكون على حق يريدون هذه الكلمه تخرج من عندي حتى ينفذون ما يريدونه. يعني هاي لولا الحكمه اللي عندك كان اي نعم. فكثير من عوامي ايدوني حقيقه بهذا الفكر. يعني انا صح شيخ سامي يقول احنا ببعض المكانات يعني بعض المواقف مثلا فصل عندنا ممكن انا بعض الشيوخ اخذ رايهم وحتى يخولوني انا، لان خمال الكل يتحدثون طبعا. انا كزعيم قبيله لازم انا اتحدث، الناس تضحك علي يريدون من عندي القرار. نعم. فاخذ رايهم. بس مثل هيك قرارات يعني اولا حاده وحاسمه وقويه وبها ردود افعال كارثيه لا سامح الله. فشاهد كلامنا يعني هو التأني حلو والصبر، وتدرين مراحل العمر هم لها دور طبعا حقيقة. هو كل ما يعني احنا يعني من نفكر يمكن الشباب ما تفكر بمستوى تفكيرنا. وقتها هسه وديتني الى سؤال اخر، خليني اروح شيخ محمد، مضيف هسه نفس مضيف قبل بالتطور؟ ابوك هذا السؤال اللي تحمل شقه هو اي يعني اني اريد من عنده هو الشقه يعني الاول نفس العادات والتقاليد نفس البساطة. مثلا يقعدون هيك عصرية يقعدون برا يفرشون سجاجين يقعدون بالقاع واكبر معضلة يحلوها. نعم نعم. ويعني ما بيها تكليف والفصول مو غالية، واللي يصير مسألة معينة وحالة معينة تتطوق وتترتب اسرع من هسه. نعم. هسه باقين شيوخ أجلاء مثل شيوخنا الحاضرين والشيوخ الآخرين يطوقون الموضوع، لكنه أكو ترتيب. بس لازم تروح مثلا للبصرة أو تروح للعمارة ولا تيجي أنت ولا كذا، فصعوبات هسه صارت. قبل الموضوع يتطوق بالمنطقة، جار ويا جارة يتعارك. هسه على أبسط الحالات
تعال دز اصير ملحمة شيوخك وتعال جيب عمامك وجيب وطينة عمامك وجيب تعال خذ عطوه وهذا شيخ شياع يضحك عنده سالفه جينا اياها نظمها لا سؤالك وجهي على المضايف قبيل ومضايف هسه اي طبعا هو يحمل معنى يعني انا قصدي المضيف حتى الناس تعرفه من وسائل الاعلام المضيف هو بخت اي بخت العشيره نعم قبل بالخمسينات بالستينات اذا الشيخ العشيره عنده مضيف السلف كله او عمامه ما حد يسوي مضيف لين حتى اشاره من الله سبحانه وتعالى يعثر عنها لان اذا تنافس الولد يمكن قبل اكو مقوله تقول مضيف فلاني عثرك نعم يعني بخت هو اساس العلم العراقي نعم هو علم عباره عن قطعه قماش يمكن سعره كلش بسيط لكن هذا العلم يحمل بخت طبعا يحمل اسم فاذا نتجاوز العلم يعني تجاوز كل الامور الاخرى القيم لان هذا بخت العراق صحيح. رمز العراق نطيع عليه ضحايا ارقابنا تروح على مود العلم على مود العلم صحيح فالبخت صحيح. المضيف اذا انت ابنك مسوي مضيف وانا مسوي مضيف ومن عمك مسوي مضيف خربت الشغل فعلا الان وين احنا نحتب على اليمين نحتب على المضايف الجديد اللي هو هذا اللي اريده اسمعي احنا بالعراق انا صريح اي عمامه تعرفني زين وان شاء الله قسم المرجعيه يعرفوني زين واصدقائي يعرفوني والدوله تعرفني صريح جدا الان اطت الحكومه بعض الناس زياره ناس هم ما لهم وجود حتى بالعشيره والله عنده امكانيه ماليه عنده جكسارات عنده مسوي له مضيف 50 متر 100 متر وثلاث ريات معترفين به هو اصلا هذا ما له اي وجود وترحيني شيخ عشيره قاعد بالايجار بالايجار قاعد في مدينه الصدر وهذا مو عيب بن حموله وعنده بخت ومن يقبل على الشادر ومن يقبل على القضيه مستحصيه الله يسهل امره اما ذاك من يجيب الفلوس ترى صدق كل دور ما له لكن منو الشجاع اي هو ومنو الزاره منو اللي يزور المسؤول لكون عنده فلوس وعنده ثريات وعنده مليارات خلي يسيله يوم من الايام هذا حل مشكله احنا ارتباطنا الان كشيوخ عشاير وكخدام العشاير وانا شخصيا لغيت كلمه الشيخ اصبحت خادم لان الفيس انترس كل الشيوخ المذبوب شيخ حشاش طبر شي شيخ خلينا نحكي بصراحه اللي بالملهى شيخ ما عرف للشيخ يا هو تسوي كلمه اللي بس نرجع نراجع لنفسنا فعلا قلنا خدام زين لان النبي خدم الناس والامام علي خدم الناس والاصحاب خدموا الناس فاحنا نصير كلمه خادم اشرف من كلمه شيخ لان صارت كلها شيوخ هاي المفروض الدوله تاخذ حد من هاي الظاهره كل دوركم. واحد يندعي شيخ دوركم هو مو شيخ وكل واحد يزوره مسؤول بالدوله يزوره مسؤول بالدوله ويعطي شرعيه زاره كذا فلان شخصيه وحاط له ثريات والكراسي مالته مال ذهب هسه هو منين جاب الفلوس ما نعرف هاي الله يعلم به زين وين كان قبل السقوط كان حاط بنسخه قطعه ودينار ما عنده بعد السقوط اشترى له خمس مولات خلينا نحكي شوي نعبر براحتك لا الحكومه وليش قلت لك اكو ابتسامه انت خافيها فاكو فشي بداخلك قول الشيخ يبقى شيخ ان شاء الله لانه عمل حقيقي ومع كل الاسف على مسؤولين الدوله يزورون هاي الناس ويعطونهم شرعيه وين الشيخ فلان هو يا فلان شيخ زين هو كان وداي بالعشيره وإله شيخ واحسن من عده بس ذاك شيخ ايده نظيفه ذاك شريف ذاك يخدم البلد يخدم المجتمع يصلح بالناس يقضى على المخدرات يقضى على اطلاق النار يقضى على غيره والله انت حاط لك حمايه وجاب جكساراتك وجاي صدق برسول الله ما اخليه يطب الشادر عاش سيدك عاش احنا نريد نكون لو نحكي ونبدل حتى نكفون هاي الظاهره لان انت اذا تجعل هو شيخ وانا شيخ انا الان عمامي الوداي وياه بالودي احنا نسميه انت بتعشيره وبعراقيه وبتعرف الودي بالودي وياي 8000 نفر 8000 رجال هسه النساء عفين ما سجلين نعم سجل بس سجل المقاتلين نعم هو جيني ثاني شيخ عشيره بس هو ومرته بس تاجر جاب المخدرات جاب باقي الدوله باقي فلوس الايتام باقي المقاولات الكذب وبنى له مضيف حق بيه ثريات والله عيب على شيخ عشيره اعرفه شنو هذا ويسوي لي دعوه اروح له والله يعطوني فلوس بيقول بس تعالوا هاي لك الواحد ورقتين ثلاثه بس تعال تغدوا عنده تعال شوف مضايفني
متعزل للوحده بالليل بتعزل لقضايا حوائج الناس. فعلا وانت اثرت يعني شغله مهمه انه النساء، قلت انه النساء ما نسجلهم لانهن مو مقاتلات، يعني هاي دا ترفعون من رفعت المراه لها خصوصيه وزواج، يعني هن بناتنا يعني ذني ابطال، ذني هن الدعم المعنوي. شوفوا لما الولد يجيبه شهيد وامه تلقاه وزوجته تلهل، انا ابوه ما يضي شغلك ما تنكسر. هاي مره شجاعه يعني سبعه احنا نسميها، لكنه انا عتبي على كل شيوخ العشائر اللي يوجهولهم دعوات ناس مو شيوخ عشائر ويرحولهم وقاعدين والتصوير قايم شيخ فلان شيخنا معبب بقلبه هواي والله العظيم عيب عليهم والله توجه يعني دعوات بالقران ما اروح لك ما يروح شيخ اشياء ذاك اليوم كنا قاعدين في مكان وانطرق في سؤال، السؤال شنو قال هذا رجل والله هو هم ضابط قال الشيخ اريد اسال ليش قبل شيوخ قليلين وهسه شيوخ هواي؟ شنو السبب اللي قبل قليلين وهسه هواي؟ فكان الجواب مالتي له قلت له قبل الشيخه كانت خدمه، الشيخه يركض يسد هذه الطلابه يسدها حتى روحه ما منتبه لها ما منتبه لها حتى القاط واحد يفتر بيه بالناس ما عنده. للاسف هسه احنا اكو شيوخ عندها فلوس وصارت وقام يسوي روحه شيخ، بس هسه المشكله اللي عندنا استخدموها ماده فائده صح لذلك كثره الشيوخ قام من يلبس ويقول شيخ قام يلزم هاي الطلابه. وللاسف المجتمع مالتنا من يجي لاهل الحظ والبخت الشيوخ الاصليين يقول له انت طلابتك باطله، انت هذا من يجي ابنه يقول له طلابتك باطله، اكو واحد هذا اللي يستفاد ما يقول له طلابتك باطله، تعال امشي تعال وش احصل لك انا وياك. فلذلك ازدادوا اكو يعني يدرون الشيوخ اكو سوت عمارات وبيوت يعني مو شغله سهله صحيح، فلذلك ازدادت عندنا الشيوخ كثره صارت لو عنده فلوس وعنده ضعف بالشخصيه من يقول انا شيخ يعتبرها زياده شخصيته، لو استخدمها كماده وقال انا شيخ يريد يستفاد ماديا. وللاسف هذه هم يجب ان تحارب من قبل يعني الدوله من قبل المجتمع من قبل رؤسائنا احنا كشيوخ احنا كشيوخ عشان هم عندنا احنا ننتقد خطا احنا عندنا خطا مثل هذا المفروض يجي اقول له روح جيب ابوك شيخك اي ابوك شيخك وابو كان هسه صارت شيخك قبل قل له جيب ابوك ما يعني العشيره لها ابو هذول كلهم روح جيبه لا احنا للاسف دائما تتغاضى بس اخلص مصلحتي. فالتعقيب على ما تفضل به اخوي الشيخ الشاع والشيخ سامي احنا والله انتم تسولفون وانا اتذكر مواقف اولا هي الشيخه ثايه ورايه ودرايه وروايه هو احنا نريد نختم به هذا حقك يا شيخ. فكل وحده لها مفهومها، ثايه يعني ثايته مدقوقه سلاله من اجداده نعم. الى ان وصلت له نعم. مو ابو كان يقعد يم الحذيان حجه السامع هسه يقول انا شيخ فلان وقبل حقيقه لا والله يضحك والله والله احنا عندنا واقسم خلي يشوفون المشاهدين حتى يعرفون الحقائق والله ابو كان يقعد يم الحذيان على طرف الفراش وهو هسه سيارته احسن من سيارتي يجوز اللبس ماله احسن من لبسي وقاعد بفيلا ما ادري شو مثلا يعني حقيقه ما اصل المستوى بالمادي مثل ما تفضل شيخ الشاع قبل احنا نشوف ناس يعني في اليوم احنا عندنا مدينه دلع عباس انا بدلع عباس صغير هيك شويه يعني شاب بعدني ففتنا واحد هذا قال له شيخ فلان استريح هنا ذاك يصيح له من اهل الولايه نفذ زيجه قال له استغفر الله عمي يعني عبالك نتله بالكهرباء نعم. والله قال له لا تقول لي شيخ احنا مو شيوخ هذول الشيوخ احنا انا طفل صغير يشر عليه فعلا على زين الشيخ هذا من باب الاحترام اعني للمثابات للعوائل اللي هي مشيختها حقيقيه واصيله هاي الناس هسه بدات تتجاوز على الشيوخ فعلا احنا اهم التقصير من عندنا يعزمك فلان يعني ملمع نفسه ومرتب اموره وهو جايب من كله سحت
كله حرام زين. فهذول هذول احنا المفروض ما نعطيهم مجال، وبالمقابل الدوله والمسؤولين المفروض ما ينطوهم. هو ما وراء احد، هو من تجي للحقيقه وما يقدر يحل مشكله ابدا، مو يقولون فلوس والله ما يحلون مشكله، لان دائما الامور معقده بوجوههم ويرجعون لنا، يرجعون للشيوخ الاصائل مثل الشيخ الشاعر. وصلت الفكره شيخنا، وبالعكس بالعكس هذا الموضوع كلش مهم وخطير انه دا يكثر، بس مع الاسف خلصت حلقتنا لهذا اليوم. فالحديث وياكم كان ممتع، وارجع واقول رمضان كريم عليكم وعلى العائله ان شاء الله، وينعاد عليكم بالخير والمسرات وتقبل الطاعات. شكرا جزيلا لحضوركم. بارك الله. مشاهدينا، ما دام عندك تكت الأمل، إذا رحلتك بعد هي ما خلصت، انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج المحطة. إلى اللقاء.